السلام عليكم ورحمة الله. غادي نشوفوا اختي التصريح ديال الاب زهير الله يرحمه في ثاني يوم من عيد الاضحى. تحكي لنا كيفاش كان الشعور ديالهم منين دوزوا العيد بلا زهير الله يرحمه، وحنا كاملين عارفين بان غادي تكون قاصحة عليهم انهم يدوزوا اول عيد اضحى بدون زهير، فالله يرحمه ويساليه. نخليكم هذا التصريح ديال الاب زهير. معكم خوتي، معكم الاب ديال المرحوم زهير، ها هو فينا، هو بيوجه لكم واحد الرساله بمناسبه هاد الحواشر المباركه. خوتي، وكنشكر جميع المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر كاع الناس اللي ساندونا، مساكن كاع اصدقاء ديال المرحوم الله يرحمه. حنا هاد العيد راه الحق نقولوا الحمد لله على كل حال، واخا ما عقلناش على هاد العيد كاع، دري ما كاينش الله يرحمه، كنحسوا بواحد النقص كبير، وهذا هو حال الدنيا. وكنتمنى المواطنين داخل الوطن داخل الوطن خارج الوطن عيد مبارك سعيد، وخا العيد فات البارح وكان عندي شي ظروف، والحمد لله على كل حال. وكنشكر الاصدقاء ديالو كاملين، والسلام عليكم. ودعوا مع اخوتي بالرحمه وبالمغفره والعواشر هادي اخوتي، الله يجازيكم بخير. بيس ليكم اخوتي، وانا المراه عندي اخوتي راه مالت لي البارح اخوتي، الله يرحم جميع امه المسلمين. الله يرحم لي حتى هو مسكين، المراه عنده راه توفات مسكينه، لا هي مسكينه دابا، كنتمنى لها الرحمه، ولا هي ولا زهير ولا جميع الموتى. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، وجزاكم الله خيرا اخوتي. بنادم راه باقي غالط اخوتي في الدنيا، الدنيا راه ما فيها والو اخوتي، راه عيش اخوتي تتعود، بنادم اللي كاين شي خير يدير شي خير وصافي اخوتي، راه بنادم باقي غالط بزاف اخوتي، راه الدنيا هادي وبدا اخر اخوتي. تحيه لكم، ودعوا معاهم اخوتي بالرحمه وبالمغفره. الله يرحمهم، الله يجازيكم بخير اخوتي، والدينا ووليداتنا وجميعنا.